والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تبقى اجواء مضطربة تميز يوم الغد بحول لا كافة المناطق الشمالية أجواء غائمة على العموم بالمناطق الوسطى والغربية الأمطار بحول لا ستكون حاضرة على شكل زخات وعلى فترات هذا على المناطق الوسطى والغربية الأمطار ستكون على شكل زخات رعدية بالمناطق الشرقية مع أجواء غائمة تماما بالمرتفعات الداخلية احتمال تتساقط أيضا حبات البرد حتى على منطقة الواحات الأجواء ستصبح ملبدة خلال الظهيرة مرفوقه بتساقط لبعض الامطار الرعديه احيانا ايضا حبات برد بينما تبقى سحب عابره بشمال الصحراء واجواء مشمسه بالجنوب الغربي تكون مغاشات مع بعض الرعود نحو اقصى الجنوب لغايه مناطق الجنوب الشرقي احتمال لامطار محليه بالجنوب الشرقي الحراره خلال ليله اليوم لغايه إلى فجر يوم الغد تكون بارده بالمناطق الداخليه الوسطى والغربيه ثلاث درجات فقط بالبيض 10 الى 12 بالسواحل نفس المقياس تقريبا بشمال الصحراء والوحد بينما ستقرب 9 درجات فقط ببشار 14 درجة بأدرار 17 بإليزي إنامينس 8 درجات وترتفع إلى غاية 24 درجة بأقصى الجنوب اما عن درجات الحراره قصوى تبقى بارده بالبيض 9 درجات فقط سته عشر درجه منتظره بالعاصمه اربعه عشر بقسنطينه وتيزي وزود تصل الى سبعه عشر درجه بسكيك عنابة عن مستغانم وهران وتلمسان ما بين عشرين الى اثنين وعشرين درجه بشمال الصحراء ترتفع الى غايه سبعه درجه بالصحراء الوسطى وتقارب سبعه وثلاثين درجه مقياس باقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والصيد البحري يوم الغد البحر سيكون مضطرب بسواحل الوسطى والشرقية وكثير الاضطراب بسواحل الغربية الرياح من شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها ضعيفة بسواحل الوسطى تشتد نحو سواحل الشرقية لتقارب 50 كيلومتر في ساعة وتبقى معتدلة بسواحل الغربية جوله خاطفه الى بعض عواصم جنوب قاره افريقيا اجواء غائمه جزئيا بكيب تاون مع 27 درجه امطار مرتقبه بابيجون مع 32 درجه نفس الاجواء بلوزاكا لكن 23 درجه كذلك باديسابابا الامطار تكون تحت وقع الرعود باوندا ناريفو مع 26 درجه وتبقى اجواء مشمسه على العواصم الاخرى لتقارب الحراره 38 درجه مئويه بكل من بونغي وابوجا نعود إلى أرض الوطن وقت شروق الشمس حتى الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا وثلاثة وخمسين دقيقة. مشاهدينا أشكركم.